على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل تقديم بنك التنمية الصيني تسهيلات ائتمانية كبيرة لتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية باستثمارات صينية في مصر. أكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بالعاصمة الصينية بكين مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الصيني في منطقتي إفريقيا وأمريكا بيان تشيالونغ أن توفير هذا التمويل سيسهم في جذب وتشجيع عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، خاصة في المشروعات التي يحتاجها السوق المصري. ومن جانبه أكد شيالونغ أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه بوابة الدخول إلى القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يلقى اهتماما من مجتمع الأعمال الصينية.